كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. وقفت اليوم من طرف المحاميات والمحامين المنتمين إلى هيئة محامي بطنجة لتعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في محنته اليوم، مع كل هبة مقدسية وكل هبة فلسطينية وكل هبة غزاوية وكل هبة على أرض محتلة فلسطينية، إلا وأن المحامون والمحاميات في هيئة محامي بطنجة يعبرون بكل مبدئية وروحية عن تضامنهم كامل مع الشعب الفلسطيني، تضامنهم من أجل تحرير كل أرض فلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على عاصمتها القدس الشريف. الأرض الفلسطينية كما يعتبرها المحامون والمحاميات في هيئة محامي بطنجة هي من الجليل إلى النقب ومن النهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، فلسطين الكاملة، فلسطين التاريخية، نحن إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل مبدئية وروحية وكذلك سنستمر. هذه الوقفة التي تأتي تنفيذا لقرار مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب بتنظيم توقف عن العمل لمدة ساعة يومهم الأربعاء من الساعة 11 إلى الساعة 12 مع تنظيم وقفة رمزية ببهو محكمة الاستئناف. نحن في إطار تنفيذ هذا القرار ديال الجمعية نظمنا هذه الوقفة الرمزية والتي كما لاحظتم تخللتها شعارات دعم دعم لإخواننا الفلسطينيين وتنديدا بغطرسة وجبروت قوات الاحتلال الصهيوني، وهي رسالة دعم معنوية ليس إلا، لأن هذا ما نستطيع أن نفعله في هذه الظروف. ونحن نتدارس مع بعض شركائنا في هيئات أخرى وبعض الفعاليات الحقوقية لدراسة إمكانية تقديم أو رفع دعاوى ضد العدو الصهيوني، دعاوى جنائية من أجل الجرائم التي يرتكبها والتي تكيف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهذه المحطة كما قلت لن تكون إن شاء الله المحطة الأخيرة تضامنية مع إخواننا الفلسطينيين، ستتلوها محطة أخرى إن شاء الله في القريب العاجل. فشكرا لكم على هذه التغطية، ومن خلالكم أوجه التحية إلى كل أفراد الشعب المغربي على تضامنه ووقوفه مع القضية الفلسطينية التي كان ولا زال يعتبرها قضية وطنية. فأشد على أيدي جميع الأفراد الشعب المغربي وبالخصوص الفعاليات الحقوقية والفعاليات الجمعوية التي تبنى هذه القضية منذ سنين، فلها منا من هيئة محامين بطنجة كل الشكر وكل التقدير وكل العرفان وكل الامتنان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.